السلام عليكم، معاكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. إيه أسباب عمل تحليل السائل المنوي؟ إمتى بيطلب منك تعمل تحليل السائل المنوي؟ وإمتى أنت المفروض تروح تعمل تحليل السائل المنوي؟ وإيه هي الإجراءات أو الأمور اللي تخلي بالك منها عشان يطلع تحليل السائل المنوي دقيق وسليم ومفيد؟ طب عمل تحليل السائل المنوي، أولاً معرفة سبب العقم، وده أهم وأشهر سبب لعمل تحليل السائل المنوي. تاني سبب، لما واحد بيعمل عملية ربط أو استئصال الأصهر اللي هو قناة المني سبرماتيك كورد، القناة المنوية، بعديها بيشوف يعمل تحليل السائل المنوي عشان يتأكد ان العملية نجحت، والعملية دي بتتعمل كوسيلة من وسائل منع الحمل. السبب الثالث، قبل الزواج، وده اختياري الى حد ما، ولو ان في تحاليل ما قبل الزواج اللي بتطلب او فحوصات ما قبل الزواج اللي بتفرضها بعض الدول. السبب الرابع، انه بيستخدم في تشخيص بعض الامراض وفي الابحاث حوالين بعض الامراض. نيجي الاول سبب، وهو معرفة سبب العقم. العقم زي ما احنا عارفين نوعين، نوع اسمه اولي ونوع ثانوي. الاولي دوت يعني الانسان من بدايته غير قادر على الانجاب، اما الثانوي ده بالنسبة لواحد كان عنده مقدرة على الانجاب وفعلا انجب، وفيما بعد حصلت له مشاكل واصبح غير قادر على الانجاب. التحليل ده اهم واسهل، يعني واحد اهم، اتنين اسهل تحليل يتعمل لما يكون الازواج عايزين يخلفوا ومش عارفين، يعني عندهم عقم او تأخير في الانجاب. امتى نقول ان عندهم تأخير في الانجاب؟ بعد مرور سنة من المعاشرة الجنسية اللي ما بتقطعهاش مثلا سفريات طويلة او رحلات طويلة، سنة كاملة بعديها يبتدي الازواج يدوروا على سبب عدم الانجاب. طيب ايه اللي في التحليل يقول انه عنده مشكلة؟ اربع مؤشرات في التحليل، مؤشرات اساسية وفي مؤشرات ثانوية. المؤشرات الاساسية، كمية السائل المنوي ضعيفة جدا، اقل من 2 ملي. 2، عدد الحيوانات المنوية اقل من 15 في كل 1 ملي. 3، نسبة المتحرك من الحيوانات المنوية اقل من 40% من اجمالي الحيوانات المنوية. 4، نسبة الاشكال الطبيعية اقل من 30%. هل لو الراجل عنده هذه المؤشرات يبقى اذن هو لا يستطيع ان ينجب مطلقا؟ لا، الإجابة طبعا لا، في احتمال انه ينجب، بس المؤشرات دي تقول ان عنده مشكلة او عنده فرصة اضعف في انه ينجب، ولذلك ممكن يحسن الوضع. زي ما انتم عارفين ان الانجاب ده محتاج حيوان منوي واحد يوصل الى البويضة، فاي راجل عنده حيوانات منوية فوق المليون ممكن ربنا يسهله وينجب، لكن مش معناها ان ينتظر للبركة، لا، لازم يبتدي في خطوات علاجية عشان يحسن المستوى وتكون فرصته في الانجاب اكبر واسرع مما هو عليه حاليا. في مؤشرات اخرى بيقولها تحليل السائل المنوي، مثل ان الحمو القلوية بتاعة السائل مش طبيعية، يعني البي اتش قليلة، المفروض يكون قلوي. تاني حاجة، ان يكون التحليل نفسه طلع فيه عدد كبير من كرات الدم الحمراء او كرات الدم البيضاء. علامة اخرى، ان اللزوجة بتاعت السائل المنوي تكون عالية زيادة عن اللزوم فوق 30 دقيقة. الامور دي ممكن تأخر شوية الانجاب، لكن مش سبب قوي لتأخير الإنجاب.
طب ايه المحاذير الاول، الاجراءات اللي انت او الامور اللي انت لازم تاخد بالك منها لما تيجي تعمل تحليل سائل المنوي بسبب العقم؟ انك انت تكون ممتنع عن الجماع لمده 4 ايام تقريبا، لان كثره الجماع بتقلل عدد الحيوانات المنويه. دي حاجه. الحاجه الثانيه انك بتجيبها في عبوه معقمه، علبه معقمه بتاخدها من المختبر. ثالث حاجة إنك أفضل شيء إنك تجيب العينة في المختبر، وتكون حريص على إن كل السائل المنوي اللي بيخرج في القذف منك ينزل داخل العينة. وفي حاجة كمان رابعة، إنك تكون حريص إن ما يجيش عليه أي مطهرات أو صابون على السائل المنوي، عشان ده ممكن يسبب في قتل الحيوانات المنوية. دي الإيه؟ الاحتياطات اللي أنت لازم تاخدها لو هتعمل تحليل عشان تعرف سبب العقم. أحب أنوه هنا إلى أن الفحص السائل المنوي مش هو الشيء الوحيد اللي بنعمله عشان تشخيص أو علاج العقم، ولكن في إجراءات أخرى، أولها الفحص بواسطة الطبيب المختص، وفي تحاليل تانية اللي هي تحاليل الهرمونات. نيجي للسبب الثاني اللي هو فحص نجاح عملية ربط أو استئصال الأزهر. الأزهر ده اللي هو سبرماتيك كورد. الناس او الرجالة بتعمل هذه العملية ليه؟ عشان تبقى وسيلة من وسائل منع الحمل، بدل ما المدام هي اللي تاخد حبوب او تحط لولب واجراءات، لا ده بيعمل عملية مرة واحدة وبيقضي على موضوع الانجاب دوت. طبعا الرجوع فيها مش قرار سهل وما بيقدرش يخلف تاني، وبالتالي الراجل اللي بيعمل هذه العملية المفروض يكون دارس القرار كويس، ويكون عنده شبعان من وجود أطفال، ومتأكد أنه مش يحتاج أنه ينجب مرة أخرى. لكن العملية في حد ذاتها سهلة وميسرة، ونتيجتها طبعا مؤكدة. بعد ما بيعمل عملية استئصال الأزهر، مش مباشرة بتكون النتيجة أنه أصبح غير قادر على الإنجاب، لا، لازم بعد فترة من العملية بيستمروا على أي مانع من موانع الحمل، من وسائل منع الحمل، ويستمر عليها إلى أنه يعمل تحليل مني مرتين ورا بعض. في كل مرة التحليل يظهر أنه ما عندوش أي حيوانات منوية، ساعتها يقدر يطمن أن العملية ناجحة 100%، ويقدر يعتمد عليها كوسيلة لمنع الحمل. وأنا عامل فيديو قبل كده عن هذه العملية، واسمها بالإنجليزي فازيكتومي. ياريت اللي يحب يشوف تفاصيلها يبقى يروح يشوف هذا الفيديو. ثالث استخدام هو ضمن تحاليل ما قبل الزواج. قبل الجواز بيطلب من الناس في بعض الدول ان هم يعملوا تحليلات ما قبل الزواج، وهدف هذه التحليلات اساسا هو اكتشاف الامراض الوراثية. بيبان هل في احتمال يجيبوا عيل عنده مشكلة وراثية خطيرة ولا لا. والسبب الثاني برضو اكتشاف وجود أمراض معدية خطيرة زي الإيدز والكبد الوبائي وما إلى ذلك. احتمال بعض الدول ما بتتضمنش تحليل السائل المنوي. السائل المنوي ده تحليله في الغالب بيكون اختياري أحيانا، وأنصح أنا أي شاب قبل ما يتجوز يبقى يعمل هذا التحليل من نفسه. مجرد انك انت بتدي عينة من المني هتديك كم هائل من المعلومات عن حالتك وقدرتك الانجابية، وسا ورخيص، ونتيجته بتطلع في نفس اليوم. الاستخدام الاخير لتشخيص بعض الامراض، ومن ضمنها سندروم او متلازمة اسمها كلاين فلتر سندروم، بيعملوا هذا التحليل، وبرضو بيتعمل التحليل ضمن سياق بعض الأبحاث الطبية. فخلينا أديكم فكرة صغيرة إيه هو كلاين فلتر سيندروم ده، اللي بيبقى أحد علاماته هو إن الرجل عقيم. المفروض الراجل بيبقى عنده XY كروموزوم، والست بتبقى عندها XX، يعني للناس اللي عندها فكرة عن الكروموزوم. اللي ما عندوش بقى فكرة معلش يتحملنا الدقيقة ديت، وبعدين هنبقى نشرح الموضوع ده مرة بالتفصيل. فالراجل أو الست عندهم 46 كروموزوم، أوكي؟ 46 كروموزوم. الكروموزوم المسؤول عن الصفات الجنسية، يعني تتخلي الواحد راجل أو ست،
بيبقى في الراجل مكون من X و Y. Y ديت اللي بتدي علامات الذكورة أو مسؤول عن الذكورة. X, Y. أما الست فبتبقى XX. خلوا بالكم إن X دي مش معناها العلامات الستات هتظهر، لا، هو الواي هي الذكورة. مفيش Y يبقى إذن ده أنثى. فالراجل بيبقى XY والست بتبقى XX. إيه اللي بيحصل في كلاين فلتر سيندروم ده؟ الراجل بيبقى عنده كروموزوم زيادة. يبقى عنده كام كروموزوم؟ احنا قلنا المفروض 46، لا بالزيادة ده يبقى كام؟ 47. وايه نوعه؟ X. فبدل ما يبقى عنده XY يبقى عنده XXY. الراجل ده بتبقى من صفاته انه عقيم، وفي مشاكل تانية كتيرة جدا هنبقى نعرفها في فيديو منفصل ان شاء الله. دي فكرة سريعة عن كلاين فلتر سيندروم، ولكن ان شاء الله انا عامل فيديو مفصل عنه للي يحب يبقى يشوفه يتابعنا، عشان هذا السيندروم مهم جدا ولو انه مش مشهور، ولكن لما بيجي الانسان بيأثر على حياته تماما. وبكده اكون انتهيت من فيديو النهاردة اسباب عمل تحليل السائل المنوي. ارجو انه يكون مفيد لكم، فلو كان مفيد لكم ياريت تعملوا لايك للفيديو، وياريت تنشروا الفيديو لأصدقائكم وحبايبكم. وبالمناسبة اللي مش مسجل في القناة يسجل الحين عشان تجيله الفيديوهات أول بأول. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.